إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهاب الأذن. يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الأذن بسبب صغر حجم الأنابيب الخاصة بهم. هذه الأنابيب تقوم بربط الأذنين مع الحلق. طبعا قنوات يوستاكيوس السمعية يمكن أن تسد هذه الأنابيب بسبب وجود التهاب ناتج عن الإصابة بالرشح أو النزلات البردية، مما يؤدي إلى بعض الالتهابات، وأيضا مما يسمح للجراثيم بالتكاثر في هذه المنطقة. أيضا أعراض التهاب الأذن عند الأطفال تشمل مثلا الحمى، ارتفاع درجة الحرارة، تهيج في ألم الأذن. وأيضا معظم التهابات الأذن هي نتيجة للفيروسات والميكروبات والبرد أيضا، ونزول من تلقاء نفسها، يعني نزلت في المنطقة نفسها. أيضا التطعيمات في مرحلة الطفولة تساعد على منع العدوى من أي أنواع معينة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهابات الأذن. أيضا يحتاج إلى فحص خاص من طبيب الأذن، ويحتاج إلى تركيز أكبر في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.